قد يقول قائل: لماذا ابتلينا بهذه الفتن؟ ولماذا كان الناس قبلنا ما فتنوا أو الفتن عندهم أقل أو كذا؟ جاء الحديث الصحيح: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. طيب ماذا يصنع؟ أنت جئت بالزمان المتأخر وزمان الفتن، عليك أن تبذل ما في وسعك، وإذا علم الله منك صدق النية أعانك في عدم التأثر بل التأثير، وإذا عملت وعبدت الله جل وعلا في هذه الأوقات فأبشر، تمسكت بالسنة فلك أجر 50 من الصحابة، أجر 50 من الصحابة. يعني الذي يحصل له مثل هذا الوعد هل يتمنى أنه في زمان سابق؟ لكن يبقى أن أجر الصحبة وشرف الصحبة لن يناله أحد كائن من كان، يبقى شرف الصحبة وفضل الصحبة وأجر الصحبة على ما يدخل في المفاضلة. لكن الأعمال الأخرى، العامل في أوقات الفتن وأيام المحن عند فساد الزمان وأهله، لا شك أنه كما جاء في الحديث الذي حسنه جمع من العلم أن له أجر 50. قالوا: منهم أو منا يا رسول الله؟ قال: بل منكم. فالإنسان لا يضيق صدره بوجود هذه الفتن ووجود هذه المعاصي ووجود هذه المنكرات، لا يضيق صدره، عليه أن يسعى في الإصلاح بقدر الإمكان، وأن يتجه إلى الله جل وعلا بقلبه وقالبه، وأن يكثر من تلاوة القرآن والأذكار ونوافل العبادات، وحينئذ يكون له أجر 50 من الصحابة. يقول قائل مثلا: ابتلينا بكثرة هذه الفتن، ابتلينا بالمعارضين، ابتلينا بالمخالفين، ابتلينا بمن يتكلم في الأخيار. لماذا؟ لتعظم الأجور وتعظم الأوزار. أنت وجدت في هذا الزمن ليعظم أجرك إذا عملت، وإذا خالفت يعظم ذنبك. هناك فتن لكنها غير مؤثرة تأثير الفتن العامة التي يصبح فيها الرجل مؤمن ويمسي كافر. فتنة الرجل في أهله وماله جاء في الحديث أنها تكفرها الصلاة والصيام. إذا افتتن، إيش معنى يفتتن؟ ينشغل بهم. مثل هذه الفتنة تكفرها الصلاة والصيام، لكن الإشكال في الفتن العظيمة التي تموج وتترك الناس حيرة، هذه هي الفتن التي على المسلم أن يسعى في درئها ورفعها، ويأخذ بكافة الاحتياطات أن لا يقع فيها. ولا تقوم الساعة كما في الحديث الصحيح حتى يقبض أهل القبور، هذه في أوقات الفتن المدلهمة التي لا يستطيع الإنسان فيها أن يخرج منها سالما، هذا يتمنى. ولذلك أجازوا تمني الموت في زمن الفتن. جاء النهي عن تمني الموت، النهي عن تمني الموت: لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به. لكن جاء أنه في آخر الزمان يأتي إلى صاحب القبر ويقول: يا ليتني مكانه. ولا تقوم الساعة حتى يقبض أهل القبور. لماذا؟ لأن الضرر محقق بالبقاء، فالإنسان يخشى على دينه، فالموت وزوال الدنيا أسهل بكثير من أن يعرض الدين للخطر. فإذا وصل الحد إلى هذا الأمر جاز للإنسان أن يتمنى خشية على دينه في أوقات الفتن التي قد لا يتميز فيها الحق فيتبع، أو لا يوفق الإنسان، أو يحال دونه ودون اتباع الحق. فمثل هذا لا تقوم الساعة حتى يقبض أهل القبور. وتمنى الإنسان الموت وتمناه بعض الصحابة لما حصل بعض الفتن، وما زال الأخيار إذا حصل ما حصل. وهذا مستثنى من النهي عن تمني الموت، لأن النهي عن تمني الموت بسبب ضر أصابه في دنياه، يعني خسر خسارة كانت فادحة، أو صار عليه حادث أو انكسر أو كذا، يتمنى الموت؟ هذا لا يجوز له أن يتمنى الموت. لكن إذا كان لا يعرف هل بقاؤه مصلحة أو لا، يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.